ست نقاط هيبقى في المركز الثاني يلتقي مع منتخب الكونغو الديمقراطية. استلام على طول هنا وادي الضغط من جانب تريزيجيه عدى كريستيان أتسو. أتسو البينية خطيرة خطيرة. سلام يا جبر يا سلام يا علي يا جبر يا سلام يا علي يا جبر يا عظيم علي جبر الرائع يستحق ليس فقط هذا العناق من اللاعب أحمد حجازي لكن بص شوف علي جبر غطى روعة روعة وعلى الكورة يا عيني على وزير الدفاع النجم علي جبر مع أحمد حجازي التفاهم.